هلا بنات، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير بنات حبايبي. راح العفو نفصل حتى بالفيديو اعلس شنو السالفه ما ادري. باعوا بنات هاي نعتبرها القطعه. طبعا هو الموديل راح اسوي لكم اياه دبل كلوش. دبل كلوش بحالتين، بفصال العفو بثلاث حالات، بفصال كتنوري، بفصال كدشداشه يعني عدله، وبفصال يعني كتف او دشداشه الرياضي. ثلاث اشكال هاي القطعه باعتبار احنا مسوينها ثلاث العفو طبقتين. تمام، ايش راح اسوي؟ هاي الطبقتين احنا نعرف طول البنيه. زين بنات، نجي ناخذ هاي الصفحه المفتوحه نطبقها بهالشكل هذا. زين، نطبقها بهالشكل هذا، شوفيها. طبعا هاي القصة تطلع لك هيجي زيادة قماش بيمن بالقطعة المترتين ونص. زين، يعني مترتين تخيطين دجاجة دبل كلوش وقطعة مترتين ونص تطلع عندك هيجي زيادة هنا. ليش؟ لان عندك جوانب راح تكون قصيرة، اما بالثلاث امتار فلا، تطلع عندك هيجي القصة كاملة، هيجي تطلع عندك القصة كاملة يعني بدون هاي القصة. زين، تطلع عدش ايش كامله. خلي نقصها بالثلاث امتار، تطلع عندك هيجي كامله. وشنو الجوانب عندك؟ راح تكون كبيره يعني طويله، اطول من المترتين والنص الجوانب منا ومنا. هسه شنو؟ هسه باعتبار هاي عندنا القطعه نقول ثلاث امتار. زين، نمشي ثلاث امتار. هاي الصفحه اللي هسه شنو؟ هاي القطعة طبقناها نقول ثلاث امتار، لان احنا ما ناخذ الدبل كلوش اقل من ثلاث امتار. اذا ناخذ مترتين ونص الا نسوي بيه دشداشة قصيرة، تكون يعني جوا الركبة تصير عندك مال البنية. زين، هاي الصفحة المفتوحة احنا ما نريدها، هاي نريدها تصير بالجوانب. الصفحة المفتوحة والوحدة مسدودة هاي للجوانب. احنا شو نسوي؟ ندير مو هاي باعيها مطبقناها هيج، ندير الريد يا اما هاي صفحه ناخذ يا اما هاي صفحه. المهم هاي المسدوده نديرها بهالشكل هذا. زين، كانما طابقين قماش طبيعي. الكتف من ناخذ يعني بها كتف، شو نسوي؟ نحدد قياس الكتف، كتف مالتنا القياس اللي احنا نريده. زين، نحدد هذا الحفره مالتي والعرض اللي احنا رايدينه، وشوي هم ننزل بيه تقصيره وننزل بيه بهالشكل هذا. زين، او اكو لا اكو هيجي يعني اكو مثل ما يردونه مخصر، شي يسوون هيج ويكملوها للنهايه. زين بنات، اي الطول، بالنسبه للطول هذا الطول اللي احنا اخذناه، هاي الصفحه ايش قد اخذنا بها طول جوا الجسمه جوا الاباط، يكون نفس الطول نحدده هنا. هسه راح تقول ما فهمنا، احنا شو نسوي؟ نعوف هذا كل القطعه نعوفها، نجي هنا ناخذ الطول مالتنا الاساسي. زين، مثلا نقول هذا الطول الاساسي، نوبة ناخذ الطول هيجي، لازم نفس الطول مال هذا. اخلي الالتشي مره هنا عدل واقيس، نوبة شويه ادن الالتشي واقيس مثلا 48، نقول مثلا نقول يعني متر، نقول متر متر اللي هو 100 سنتيم، هنا أنا أكون آخذ 100 سنتيم. نوبة شوية أدني الألتشي. زين، نوبة شوية أدني الشريط القياس وهم آخذ 100، نوبة شوية أدني وهم آخذ 100، نوبة شوية أدني وهم آخذ 100، نوبة من الكتف وأنزل بيه هم آخذ 100. زين، بحيث هاي كليتها تتحدد على 100. زين، هيجي راح إحنا بعد شو نسوي؟ نحصل على هاي النتيجة مالتنا. نقص الكتف ونقص شوية نحفر الحفرة مات الأكتاف العفو. صارت عندنا الدبل كلوش. باع بنات، اكو بنات يحبون الردنهم كلوش، هسه احنا بعدين راح ناخذ الكلوش. باع هاي القطعة اللي ظلت عندي، ها ما اجي على هالنمط هذا وافصل، لا غلط، افتحها اريدها هيك اعدلها.
لان انا اذا اخذها هيك هيك راح اصير بيه مطلق ماش، فاني ارجع افتحها ارجعها لاساسها، هذا اساسها هيك راح تكون عندك القطعه من تفتحينها. زين ايش راح اسوي من هاي؟ اطلع الردان من هنا، اطلع الردن هاي مثلا هيك، ومن هنا اطلع الردن الثانيه هم راح تنزل عندك بهالشكل هذا هيك، فهمتيني؟ على مود ما تصير بيها مطه وتنجر وتصير ما حلوه. نجي نفصلها زين بنات، هاي صارت عندك بهالشكل هذا، طلعت عندنا طبقتين طبعا الظهر والامام، وهاي عندك الردن هنا، وهاي عندك الردن همين هنا، طبعا صارت شو اسمه. شوفوا بنات هاي عندنا صار الدبل كلوش خلاص. ها هسه بعد تجين عادي تحفرين وتكملين دشداشك عادي، تخلين لاصق وتحفرين. تمام هنا أنا خلصنا اول درس اللي هي الدشداشه العدل بالاكتاف. زين هسه مثل عندنا هاي نحفرها عادي، كمل الحفر مالته هالشكل هاي هيك، عندنا خلصت. تمام هاي